بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه وربكم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما للظالمين من أنصار. يعني عدة مرات المعاني دي وردت في القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ولا ينصرنا هذا الدين، يعني ينصر الله لا ينصرنا هذا الدين بالرجل الفاسق. يعني أنا اليوم ناخذ مثال واحد هو ما يقع من إجرام في عدة من صيدليات. هل الإجرام هذا أنا نبهت إليه كثيرا، ولكن لا من يريد الاستماع إلى الإنذار. إحنا قلنا الظالم هو الذي ياخذ في يده رخصة ويسوء استعمالها. أنت اللي بحثت وخذيت شهادة في صيدلية، ما كان مقصدك الأول؟ هل جمع المال أو إرضاء الرحمن؟ أعطيني، صحح لي، اضبط لي. أنت من في منطقة حساسة، هاك مش تاخذ يجلبوا لك الدويات ومش تاخذ تبيعها على أساس قانوني وشاهد. والله أنت الذي ما في يدك الصيدلية كصيدل صيدلاني، أين أنت على مر 24 ساعة؟ أنت في لهو ولا في الخارج تربك أموال الأمة لأغراض وأغراض عشيقتك، والله أعلم، حتى ذريتك ربما هي ذرية زيد الضالة. هذا كل من أعبدت مدة عقود بس الطريقة دي، وأشع منها كذا وقع. على كل حال، اللي شراكم من مخابر في العالم، ما أنا باش تضغطوا كجماعة ضاغطة، تضغطوا على الحكومة أي أنواع، رغم الدواء واحد لكن تسميات كثيرة، وأنواع المصنع اللي مش ياخو نصيب الأسد أو الكل المونوبول عنده. يعني خدمته كما حبيت وشتيته، وبشوية بشوية ربي بعدك يكشف فيما جعلته سر لدى الناس. لكن احنا تو نحبوا نعاجوا اللي تو موجود. أنتم وين؟ أكل المكان هذاك اللي هو حساس وسينعكس على صحة الأمة نفسانيا وبدنيا واقتصاديا، أنتم وين؟ يا ناس راكم مخليتوش واقع باش تجلبوا الناس كناس مشتركين للأدوية. راكم أنتم موجودين في أمريكا كعون الطبيب، الطبيب اللي يخاف ربي، مش الطبيب اللي زاد كذلك ملوث كما تلوثتم أنتم مع بعدة طرق، وهذا البروبيغاليزم الأحسن. على كل حال، عطيني انا انتم وين؟ وقت يجيكم وصفه ولا يجيكم انسان طالب، عطيني بربي فيربكس، عطيني بربي دوليبرانميل، عطيني كذا كذا. انت هل دربتوا اللي يعاونوا فيكم من المعين؟ لابد منه، لكن موش في نفس الدرجه من المسؤوليه والرصيد العلمي. هل انتم عملتم الواجب كله باش تخليوا كل من مقبل طالب من شيء من عندكم انتم يكون على علم بانه الدواء هذاك ما يتخذش مع الماكله الفلانيه والمشروب الفلاني، وما تاخذش الوقت الفلاني، فما بيولوجي، فما بيولوجي اكتمال، فما يعني الوقت الصباح مش كيف الوقت الليل. تنجم تاخذ بيضتين او ثلاثه في الصباح ما يضروكش، وتاخذ زوج في العشيه ولا في الليل ينجم يضروك. هل انتم اللي انتم مطالبين بهذه المعلومات مثلا؟ أنا مش أقولها، مانيش مختص في هذا، لكن على كل حال أنتم موجودين باش تبينوا للناس. تقولوا يا ودي مش تاخذوا دوليبران ولا ليفيرالكو ليك ولا هناك الرضيع ولا حاجة، راهو لا يجوز كذا وكذا. أين أنتم؟ لا شيء. اللي لاحظته في الغالبية فيكم هم طلاب مال، ماكمش عطالة يا سيدي. أنتم تمثلوا معنا مسؤولية كبيرة ياسر للأمة، تخافوا على مخاقهم، على معنوياتهم، على حياتهم الجنسية، على ما حتى الرصيد الوراثي اللي يجب أن نحوصلوه في الأجسام الصبغية الكروموزوم. أنتم مانا مسؤولين حتى على مصير الكروموزوم، لأن الكروموزوم في مانا حسب الاكتشافات الجديدة وقت اللي انت توفر الامن للي يمشي يتعاطى الدواء، هاك الكروموزومات هذوكم يدخلوا في حسابهم ب
باش يبرزوا نتوءات تقريبا لكم تسمى التيلومير باش هذيك تعاون المريض هذاك على يرجع لصحته وعافيته ويرجع لحبه وحبه للحياة اللي أعطاه له ربي، يعني فرحة الحياة اللي موجودة مش محروم منها. هذا كلك ضيعت الناس فضيعتم أنفسكم، واتقوا الله لأنه القانون سيقوم دوره وتولي الأمور مضبوطة. لابد أن تكون عندك ما أنا أدنى من الساعات اللي لازم تكون فيها في محل العمل بتاعك، تحب ولا تكره الحكاية ما عادش مزيد لقدام. المسألة طالت والناس قالت تدفع في ثمن البعض من دولي بران وغيره ما مثاله. شوفوا كم الإنسان مصيبة في كبده وتعرفوا إصابة كبد مش هينة، وبعض الدويات كما الإكزومين وغيره ماذا أحدث في أمخخ الناس، والدولي تعطاها على إنه مش يجلب النوم شبوة على الذاكرة ماذا كيفاش يدمرها. هل أنتم واعين بل غيابكم في بوتقة المسؤولية كان سبب لكوارث في عدة عائلات عدة مناطق؟ اتقوا الله في خلقه، ولا يجوز أن يكون هذا العبث باستمرار. والسكت عن الحق شيطان أخرس. نحن أنا المؤمنين رانا بالمرصاد، والله العظيم لن نظلم أحدا، لكن كل حد لازم يقف عند مسؤولياته ويعرف حدوده ويحترم نفسه قبل ما تطال يد العدالة، لأن ماش تعلى هذه أمور حياتية. وحطوا في بالكم اللي أنا عندي تاريخ مع بعض الصيادلة والانحراف من جنسي ولواطي وكذا، هذا كليك راه لا يمكن غضاء الطرف عنه، مستحيل. لابد أن الأشياء تسد الطريق الصحيح، ولا يجوز أن يعبث العبيثون وخاصة اللواطون. هم اللي قاعدين جملة منهم عدد منهم من هم في هذا النطاق، هذا نطاق صيادلة. أنا أستحييكم بالله أن لا تتجاوزوا حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن أنظر فقد أعذر، والسلام على من اتبع الهدى.